نقطة تانية هتكلم عليها ومش عايز اطيل عليكم اكتر من كده عشان الدكتور خالد الوقت اللي هو مخصصه ليا يعني فهحترمه يعني، بس انا عايز اقول لكم مثلا من ضمن الحاجات اللي عندنا المية، وانا بقولها هنا عشان تبقى واضحة للعالم كله، نحن في مصر حصتنا من المية موجودة لم تتغير على مدى عشرات ويمكن مئات السنين، يعني احنا تقريبا بنتكلم في 55 مليار متر مية، من عدد سكان 4 مليون من حوالي 150-200 سنة ل 106 مليون دلوقتي، وده دخلنا في حالة فقر مائي شديد، ما عملنا صراعات مع حد عشان نقول ان حصة المية بتاعتنا نزودها، ولان ده تحدي، وطبقا لمعايير الأمم المتحدة نحن في حالة فقر مائي شديد، أقل من 450 متر مكعب في السنة للإنسان، والمفروض أنه هو 900,000 متر مكعب في السنة. ما عملناش كده، دخلنا في برنامج ضخم جدا على مدى العشر سنين اللي فاتوا لاستفادة ومعالجة المياه بشكل متطور للغاية، يجعلنا زي ما قلت قبل كده بين يعني في مصاف يمكن الدول رقم 2 في العالم في تدوير واستخدام المياه.